المشاهدين، كي دايرين لاباس عليكم؟ اليوم جبت لكم فيديو اخر، هو عباره عن لاطارت كتجي في المول العجيب، كيك في المول العجيب بواحد لاكريم كتجي في الوسط، وواحد الكلاصاج اللي درت بيه هذاك الشكل هكاك زينتها جات على هذا الشكل هذا. بغيتو تعرفوا كيفاش حضرت هذا لاطارت، تابعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر وان شاء الله يعجبكم الاستحسان ديالكم. فرجه ممتعه. بالنسبه لهاد لاطارت كما كتشوفوا هنايا عندي هاد العاشق هذا اللي هو كبير، هذا راه تيكون تقريبا في كل دار تتكون فيه هاد السبوله، عبرت به خمسة العواشق ديال السكر حبيبات، نفس العاشق عبرت به زيت المائده، كذلك الشان بالنسبه للحليب، وهنا الطحين حتى هو خمسة العواشق يكونوا عامرين، ماشي يكونوا غير شويه ولكن عامرين. عندي هنا جوج البيضات، عندي الملون الغذائي بودر احمر، عندي هنايا خميره واحده من فئه 8 غرام، عندي هنايا شويه ديال مليحه قبيصه ديال الملحه حطيتها تما، وعندي مبشور ديال الحامض، مبشور الحامض اللي قلت لكم ها هو، وعندي نص حامضة عصير نص حامضة، يعني تكون واحد المعلقة كبيرة. غادي نشد كما العادة، قلت لكم جبدة تكبر بحرارة المطبخ، تهما نسيت واقيلا ما قدمتهمش لكم. كما العادة كيف كنعرفو كنا كيفاش كنصاوبو الكيك، تنطربو البيض السكر، كنضيفو الزيت، كنضيفو الحليب، نضيفو العصير ديال الحامض، نضيف ليهم الملون الغذائي فورس او الطحين، خماره، كنجمع كلشي، كنخلطهم، كنشوف العجين مثلا الخليط ما يكون لا ثقيل لا خفيف، صافي، وكنصبو ديك الساعه في المول العجيب. انا غادي ندهن المول العجيب ديالي ونحطو ونمشي ندير هذوك المكونات كامل اللي قلت لكم، غادي نخلطهم ونتلاقاو ديك الساعه باش تشوفوا كيفاش كيجي القوام ديال هذا الكيك. كتشوفوا راني درت هذاك البيض، طربته مع السكر حبيبات، ضفت ليه من بعد طلع شويه ضفت ليه هذاك الزيت ثم الحليب، غادي نستمر في التراب، ومن بعد نضيف ليه هذاك العصير ديال الحامض، تيولي ليا الخليط اللون ديالو غادي البياض، وكنحبس ديك الساعه باش كنضيف الملون الاحمر. نتابعوا على مشى تخوى لكم، راه كيرد لكم الدنيا كلها حمراء، انا راه تخوى لي واحد شويه ولكن غادي نغلب عليه ان شاء الله. صافي بارك عليه، دابا غنبدا نضيف ليه الملون الاحمر، ثم نضيف الطحين، يا ربي نضيف عصير الليمون، ونضيف الملون الاحمر، ثم الطحين والخمارة ديالنا. كما كتشوف راني ضفت هذاك العصير ديال الحامض، وضفت داك الملون الاحمر، كيولي ليا الخليط ديالنا اللون ديالو على هذا الشكل، هو خد هذا اللون اللي هو غادي الاحمر. دابا غنضيف ليه هذوك خمسة العواشق اللي عندي كبار ديال الطحين، وخمارة وحدة ديال الحلويات. هو الطحين ديالي غادي نضيفو، هو الخميرة، ها هو دا هذوك خمسة العواشق اللي كوم كبار راه كافيين باش كيجي لنا داك العجين ديالنا او الكيك ديالنا اسفنجي. حتى كنطربو مزيان وينسجمو ليا كلشي العناصر مع داك الطحين، عاد كنضيف ليه الخماره ديالنا ديال الحلوى. ديال الكيك ديالنا هو هذا، خديت المول العجيب، هذا المول هذا دهنتها بالزبده، صبيت على واحد شويه ديال الدقيق، دردرتو عليها، غنخويه في المول،
ونتلاقاو، ماشي غادي نتلاقاو، من تم من بعد غادي ندخلو الفران، ملي غيطيب نتلاقاو باش نصاوبو السيرو او لا كريم اللي غنديرو الوسط ديال هاد الكيك. نصاوبو ديك الكريم ديالنا كيما قلت لكم، هو كنحتاجو العاشق كبير ديال النشا. بسم الله، عاشق كبير ديال السكر حبيبات، نعمو شويه اصلا انا درت هنا عاشق كبير. عندي فلون فاني كيما قلت لكم، حتى هو كندير هذاك العاشق اللي قلت لكم، حتى هو ديال العصير ديال الحامض. كنخلط المكونات مزيان بالفول قبل ما نديها البوطه. اللي ما عندوش نشا يمكن ليه يدير العاشق ديال لا كريم باتيسير. ندير هنا كما شفتوا، صافي كنخلطهم مزيان وكندوزو فوق البوطه كيطيبو كيطيبو بطلاقه. في هاد الاثناء انا كنحرك وفي نفس الوقت غادي نصاوبو انا وياكم الكلاصاج ديالنا اللي غنزوقو به هاد الكلاطارت. ها كيما كتشوفو هنا عندي واحد جبانيه ديال السكر ثقيل او السكر كلاصي، غنغربلها كيما كتشوفو هنا. ها هي ديال غربلتها، غادي نحتاج تقريبا كاس اللي غادي نستعمل، ما غاديش نستعمل ديك الجبانيه كامله حيت عندي غير باش نزين وصافي، يعني غادي نستعمل غير كاس حتى الكاس الا ربع، كاس الا ربع حتى الكاس. انا عبر ونتلاقى معكم. كما كتشوفوا هنا لاصوص ديالنا او لا كريم ديالنا هي دي واجده، فهي نحاول نبردها واحد شويش باش نصبها هنا، واحد شويش نبردها و... هي دابا غنصبها هنا. صافي انا دابا ملي بردات ملي خويتها نخليها تبرد وندوز باش نصاوب الكلاصاج ديالنا. بالنسبه للكلاصاج ديالنا كما قلت لكم قبيله كنحتاجو واحد كاس الا ربع ديال السكر الثقيل، كنحتاج هنا واحد نصف كاس ديال الحليب، عندي نصف كاس ديال عصير الليمون، وعندي نصف كاس ديال الزيت. كنشد واحد العاشق ديال، غادي نحط واحد نص عاشق او عاشق ديال عصير حامض، جوج تخويت في نفس الوقت، كندير جوج ديال الحليب وجوج ديال الزيت، كنجلس نخدم فيهم مزيان تنشوف الى تكون لي داك الكلاصاج اللي بغيت كنحبس ونتلاقى معاكم. كنستمر في التحريك ديال هذاك السكر كلاصي مع جوج عواشق ديال الزيت وجوج عواشق ديال الحليب وجوج عواشق ديال عصير حامض. الا شفتوه كيبان لكم ثقيل زيدوا مازال شويه على حسب العاشق شنو غادي تستعملوا. المهم انا هذا هو القوام ديالي اللي بغيت، هو هذا بحال هكا بغيتو. هنا غادي ناخذ واحد الكميه ديال هاد الكلاصاج اللي صوبت، غنوضعها في واحد الجبانيه بحال هكا، كميه اخرى النص الاخر نخليه في هادي، واحد غنضيف ليه واحد شويه ديال نسكافي، غير شي شويه ديال نسكافي ياخذ ليا غير اللون بني
فاتح، والاخر غنضيف ليه الكاكاو. بغيتو يكون ليا نضيف ليه الشوكولاط والكاكاو وعشق ديال نسكافي باش يكون ليا وخلي داك اللون البني القاتم. هنا من بعد ما استوت ليا هذيك لا كريم اللي درت في لا تارت وديجا وجدت الكلاصاج اللي عندنا، غادي نبدا بهذا، هذا اللي باللون بني فاتح، غندير به واحد النقيطات صغيورين في الوسط ديال لا تارت بهذا الشكل هذا. ما عرفتش كيبان لكم ولا لا، واخا ما ديروهمش حيت انفاس معايا الشرجم، واخا ما ديروهمش مقادين، غير المهم ديروهم دابا. غادي ندوز لاخر بلاك كريم بلي باللون بني غادي الاسود، وغادي نبداو ندورو على ديك الدوارات اللي كنا ديجا صوبنا، غادي نبداو ندوروهم عليهم بهذه الطريقه هذه بحال هكا عشوائي. مره ندير نصف دائره، مره ندير دائره بهذه الطريقه كنستمر. كتعطينا بحال الشكل ديال شي نمر. بهاد الطريقة درتو هما ندور عليهم بهداك الكلاصاج اللي في باللون بني ونتلاقاو منين نكملها كاملة. كنستمر حتى كتجي ليا على هاد الشكل. دابا ندوز على الجوانب حتى هما نصاوبهم، ندير لهم حتى هما لاصوص ديالهم ولا كريم ديالهم. الطاخت ديالنا من بعد ما كنسالي كنزينها بهاد الخطوط بحال هكا، زينتها بشويه ديال الورد وشويه ديال الفيرميسال وشويه ديال الحامض حيت دايره فيها الحامض، وريقه النعناع كتجي لهاد الشكل هذا، كتجي رائعه حيت مصوبه بالحامض ومهم زخرفه في الالوان والكيك هي اللي مهمه، جات اسفنجيه ما شاء الله. كنتمنى ان هذا الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، كما العاده ما تبخلوش عندنا اعزائي المشاهدين باللايكات ديالكم وبالكومونتير زوينين، وبارطاجيو القناه ديالنا الى عجبتكم وعجبكم المحتوى ديالها بين الاهل والاحباب، ونتلاقاو في فيديو اخر بحول الله.